طيب هنشوف فكره الكترس. الكترس يا جماعه زيه زي اي ترس عادي جدا، بس هو ثعباني شويه. تمام، ثعباني في القطيات بتاعته، القطيات بتاعته رخمه وما فيهوش غير ضلع واحد بس هو اللي بيجي صريح، والاضلاع الثانيه لازم انت مجبر تجيب لك ضلع او اتنين عشان تعرف تجيب الاضلاع الثانيه. يعني مثلا ممكن يكون طالب منك ضلع وتضطر انك تجيب ضلعين عشان تجيب الضلع اللي انت عايزه. تمام، تعال نشوف القطيات المختلفه في الكترس يعني سريعا كده، الفكره بتاعت القطيات بتاعته خلاص، ويعني ايه، وانتوا بقوا حلوا بقى الايه المساله اللي نزلت في الكوز. ماشي، انا عندي الكترس اهو، هنفترض ان هو عايز مني ده اف واحد وعايز مني هنا اف اتنين وعايز مني هنا اف تلاتة. نركز بقى كده، نركز مع بعض خلاص. في حالة الاف واحد، فانا هاخد سكشن واحد واحد اهو، يبقى عامل كده. ارسم السكشن ده بره. لا ده اسهل واحد فيهم، مش هو ده الثعباني، لسه الثعباني ده وده خلاص، فده سهل، ده الوحيد اللي بيجي مباشر اهو. انا هرسم السكشن بتاعه اللي هو سكشن واحد واحد اهو، كده كده كده، عندي ده وعندي ده وعندي ده نازل كده وعندي ده طالع كده وعندي دي كده وعندي دي كده وعندي هنا الاف واحد اللي انا محتاجها صح. انا ظاهر عندي كام اف مع الاف واحد؟ ثلاثة صح؟ مش هينفع معايا اف اكس عشان في هنا مجهول وهنا مجهول خلاص، ودي في اتجاه الاف اكس، يبقى هاخد المومنت عند نقطة ايه مثلا. لو خدت العزوم عند نقطة ايه، انا لغيت دي ولغيت دي ولغيت دي، يبقى المجهول الوحيد هنا مين؟ اف واحد، ده اسهل واحد فيه. في عنده مشكلة الكلام ده؟ حلو جدا. تعال نشوف اف اتنين المايل ده. المايل ده هقطع بيه سكشن اتنين اتنين اهو، سكشن اتنين اتنين ماشي. تعال بقى نشوف سكشن اتنين اتنين ده هجيبه ازاي، سواء من اليمين او من الشمال خلاص، يعني سواء هتاخد من اليمين او هتاخد النص اليمين او النص الشمال مش هيفرق معانا. فانا هفترض ان انا هاخد النص اليمين اللي هناك، فانا عندي باكيتين، ادي واحده وادي الثانيه، بعد كده طالع من هنا ده وجاي من هنا ده، كده اف 2 اللي انا عايزه، وعندي هنا اف وعندي هنا اف وعندي هنا اف. في عندي كام مجهول؟ أربعة. طبعا ده هيتحلل وهيتحلل صح، وده كمان هيتحلل وهيتحلل صح، فلا نافع معاها اف اكس يبقى عندك مجهول 2 3 4، ولا نافع معاها اف واي عندك مجهول 2. طب امال ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ لازم ولا مومنت حتى، ولا مومنت هنا، لازم في ضلع يجي من الاضلاع الافقيه اللي هو الضلع اللي معايا اللي هو اف، وليكن مثلا هنسميها اف ستار. لازم اجيب اف ستار دي لوحدها الاول. طب عشان اجيب اف ستار دي هقطع قطيعه عامله ازاي؟ لازم الاول اجيب اف واحد دي، اجيبها ازاي؟ قوه افقيه، يبقى لازم اقطع سكشن واحد واحد. ما هو اي ضلع افقي عشان اجيبه هقطع بيه سكشن واحد واحد في الكترس. اي ضلع افقي عشان تجيبه، ما عدا طبعا هنا وما عدا هنا وما عدا هنا وما عدا هنا، دول هيجوا بالجوينت. لكن بتكلم جوه الترس نفسه، اي ضلع افقي سواء ابر او لور يبقى قطعيه سكشن واحد واحد. يبقى الاول لازم تقطع هنا بالشكل ده كده، وتجيب الاف ستار ديت خلاص، وبعد كده ساعتها هتقول له انا هاخد المومنت عند النقطة دي، يبقى انا لغيت ده ولغيت ده وده معلوم، يبقى اللي ناقص عندي مين؟ اف 2 كوزين واف 2 ساين. تاني الحتة دي يبقى هنا يا جماعة في ضلع معتمد على ضلع،
في منبر معتمد على منبر، مش هتقدر تجيب اف 2 غير لما تجيب اف ستار دي معاه. طب واف ستار اجيبها ازاي؟ لازم تجيبها عن طريق سيكشن 1-1 اللي احنا كنا واخدينه. عشان كده لما جيت اختار الاضلاع اخترتها بعيد عن بعضها. لكن مثلا ممكن الدكتور للتسهيل لو هيسهل علينا هيروح جاي جايب لك دي. لو جاب دي يبقى ده معلوم خلاص انت جبت اف 1، ساعتها تقدر تجيب اف 2 بالقطعيه دي على طول، مفيش مشكله عندك. تاخد المومنت عند النقطه دي، لغيت ده ولغيت ده، فاضل عندك ده معلوم، يبقى كده الدنيا ايه؟ متاحه معاك. فيها مشكله دي؟ حلو جدا. نيجي بقى على مين؟ عم الحاج الاخير ده ثعباني اكتر من التاني. ماشي؟ ده عشان يجي هتجيبه من الجوينت. تمام؟ تعالى بقى. عندك ده كده وده كده. وده اف 3 اللي انت عايزه، وعندك فيه هنا اف كمان. طبعا ده هيتحلل هنا وهيتحلل هنا. صح؟ يبقى في الحالة دي مش هقدر اجيب اف 3 غير لما اجيب مين؟ الضلع المايل. وعشان تجيب الضلع المايل لازم تجيب مين؟ الاف ده الاول. صح؟ دي هتيجي من الجوين. خلاص خلصنا منها. بعد كده هتقطع وتجيب اف 3 اسف اللي هو الاف ستار. بعد كده من سميشن اف واي عندك التحليل بتاع الاف دي، وعندك اف 3 تقدر تجيب القوه بتاعتك. نعم، ايا كان عليها كام درجه، ولكن انا بتكلم هي دي الكترس. عشان كده انا قلتها صريحه لما الدكتور ما شرحهاش في المحاضره في الاول خالص، او ما اداش الفكره بتاعتها، فقلت احتمال كبير بدل ما اداش الفكره يبقى ما يجيش. كان ما قلتش ان هو لغى الكترس. طيب هو جابها، شرحنا الفكره بتاعت القطعيات. الترس اي ترس بيجي يعني بتدور على الحاجه اللي تقدر تلغي بيها القوه، او غصب عنك في بعض الاحيان بيكون مجبر ان انت تحسب قوه موجوده عشان قوه انت مش عايزها عشان تقدر تجيب ايه؟ قوه انت محتاجها. ماشي؟ اف ايه؟ اف 2 هنا؟ مالها؟ اه ساعتها قوة رأسية مجهولة، مش فين قوة رأسية؟ ما هو القوة الرأسية اهي هم دول اللي هي هتبقى زي اف 3. لازم هنا بالجوينت، مش هتيجي غير عن طريق الجوينت، ولازم قبلها تجيب الاثنين دول. ماشي؟ هي ممكن تجي لك الاف هنا. يعني بصوا يا جماعة، لو الاف الرأسية دي ما جاتش في طرف زي كده، الطرف ده سمح لك انك تجيب دي من الجوينت، لكن ممكن تجي لك هنا اهي. تمام؟ يبقى انت مجبر انك تجيب واحد من الاثنين دول عن طريق القطعيه بتاعتك. ماشي؟ يبقى انت بتدور في الحاجه المطلوبه اللي حواليها انت محتاج تجيبه، سواء عن طريق السكشن، سواء عن طريق الجوينت، سواء عن طريق انك تجيب ضلع او اثنين مش مطلوبين عشان تقدر توصل للضلع المطلوب عندك. ماشي؟ اتمنى اكون قدرت اوفي حاجه من اللي عليا في الترم ده، وان شاء الله ربنا يوفقكم فين؟ في الفاينل باذن الله، وتطلعوا كلكم مبسوطين. يلا سلام عليكم. دي فكرة كان جاية في امتحان السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها. جايب لي الرياكشنات جاهزة، طبعًا هي كاميرا كبيرة وعليها رياكشنات كتير، خلاص؟ وعليها أحمال كتير. بس أنا عايز بس افهموا الحتة دي، خلاص؟ جايب لي اتنين لينك ممبر، خلاص؟ ده لينك ممبر أهو مش عليه أي قوة، أوله هنج وآخره هنج، يبقى دول اتنين لينك ممبر. ماشي؟ طيب. وعندي هنا الحمل بتاعي 28، وعايز أرسم النورمال والشير. هعمل إيه في ال 28 دي؟ حلو، اول غلط. اللي بيتحلل هو الاف اللي هنا والاف اللي هنا، مش الرياكشن اللي هنا. تمام؟ فانا هاخد دي السيتا وهاخد دي السيتا. كان ده مثلث 45 تقريبا، كان 3 متر و3 متر تقريبا، كانت دي كده 3 ودي كده 3، فالسيتا متساوي. لما احللها هتجي لي هنا اف 1 مثلا ودي اف 2، طبعا هيبقوا متساويين في النهايه. اف 1 ساين سيتا، وهنا كده اف 2 ساين سيتا. اف 1 تساوي اف 2 عشان المثلث متساوي الساقين، فالقوتين هيبقوا متساويين. خلاص؟ يبقى هنا هتقول له من الحته دي سميشن اف واي بيساوي 0، اذا 2 اف ساين سيتا بيساوي 28. حد يعمل بقى على حسبه بسرعه؟ الساين كان تقريبا ب 45، يبقى اذا الاف طلعت بكام؟ تطلع ب 14 وشويه او 17 وشويه، صح؟ 17 وشويه. ها؟ 45 ساين 45 19
19 بوينت 8 طن. دي الاف. حلو جدا، انت طلعت الاف. ده اللي هيضغط على مين او هيشد على مين؟ على اللينك ممبر، صح؟ على فكره دي زائد 28 بيساوي صفر، عشان الاثنين طالعين في نفس الاتجاه، فالمفروض ان انا كده كنت فرضها شد، هي طلعت ايه؟ حد مركز في اللي انا بقوله ولا كله بيلعب؟ انا كنت فارض شد وطلعت بالسالب، اذا هي ايه؟ ضغط. ماشي. طيب نيجي بقى 19.8 دي هي قيمه الاف. طب انا عايز ارسم الشير على الكاميرا اللي فوق او على الفريم اللي فوق، يبقى لازم ترجع تحلل الاف دي. اف لو خدنا دي سيتا يبقى اف كوزاين سيتا، وهنا اف ساين سيتا، عشان لما تيجي ترسم الشير قيم الشير تقفل معاك في اخر المساله بصفر. ايه اللي هتطلع؟ هي لا، حضرتك اضرب كده اف اللي هي 19.8 في ساين 45. ماشي، ما خلاص، ما انا قلت والله انها بالسالب، ما انا قلت ان احنا واخدينها في الاثنين في نفس الاتجاه وتطلع بالسالب. اضرب 19.8. حد يضرب يا جماعه 19.8 في ساين 45 او في كوزين 45، طلعت بكام؟ 14 بس ولا 14 بكسر؟ 14 ما علينا، 14 يعني. خلاص، يبقى لما تيجي تحسب الشير تاخد بالك ان انت عندك هنا 14 مش عندك 19. ايا كان بقى الاتجاه، انا بتكلم على انك طالعه ونازله، دي بتاعتك انت، اعتبرها اهي نازله، اوعى تزعل. خلاص ماشي يا اخوانا، فهمتوا اللي انا عايز اقوله؟ حللناها هنا الاول عشان اجيب الاف، بعد ما جبت الاف هحللها بقى عشان ارسم الشيء، عشان تصفر معاك زي ما حليتها معايا. اقفل خلاص.